إخوان السلام عليكم ورحمة الله. في البداية غادي نوقفوا واحد الدقيقة ديال ترحم على دوك إخوان الشابات والشباب اللي ماتوا في شاطئ إزناتا وقتلوا، ماشي ماتوا، قتلوا. فلهذا وقفوا معايا ونترحموا عليهم واحد الدقيقة. اخوان السلام عليكم ورحمه الله. اليوم غنبداو الخطاب ديالنا، هو اولا كما العاده، لان حنا ماشي منافقين وما تنتبعوش وزاره الاوقاف. حنايا هاد الخطبه مستقله عن جميع ما يتعلق بالمغرب، حنا مستقلين، ما تنامنوش بوزاره الاوقاف، حنا تابعين الملك، قال لك امير المؤمنين، حنا تابعينه. فلهذا بدون نفاق ندعيو عليه، هو والله يجيب ليه الشفاء باش يرجع للصحه ديالو ويجري علينا على هاد الكلاب اللي كاينين في الحكومه وهاد ابناء الزنا اللي كاينين في البرلمان. فنطلبوا من عند ربي سبحانه وتعالى باش يشافيه لينا ويطول عمر الامير مولاي الحسن والأميرة خديجة أميرة كازابلانكا كذلك. ونتمناو لولي العهد يلحق 18 ويمشي للتجنيد إجباري كما خوت المغاربة. دابا غادي نبداو على القضية ديال زناتا. واش عباد الله فينا هما المسؤولين المسؤولات؟ 100 مليون اللي مشات في ديك العملية، 47 واحد، كل واحد عطاه بين 2 و2.5 مليون باش يموتوا. هاد الشخص اللي تيقوم بهاد العملية، هذا فات المافيا ديال العقار، فاتها. ودابا مابقاش توقع في شمال المغرب، دابا ولا توقع هاد الجهة في الشرق ديال، ماشي الشرق، الويست في أطلنطيك، ولا قلت يعملوها تما. أنا في خباري بأن كانوا تيدي يقتلوا دوك الإخوة الأفارقة، تيقولوا لهم غادي نركبوكم ونديكم لهيه لإسبانيا، وتيفرقعو لهم داك اللانشا وتيغرقو مساكن ويضربو الفلوس. أنا في خباري، في خباري الناس ديال الناس اللي عندنا في الشمال قالوها ليا. كانت عملية كثيرة، ولكن ملي ولات المراقبة من طرف المغرب نقصات. أما قبل هادشي كانوا يقولوا لها تمشي لإسبانيا مرحبا بك، تركبو تركبو 20 ولا 30 واحد، 2 مليون واحد هي 60 مليون، اللانشا تعمل 5 مليون تركبون فيها تدخلوا شوية مع البحر، تدير تحت الظلام تضربوا اللانشا تتهون كلشي مشى. هذا كان العام، ودابا يولي يعملوها في الأطلنطيك، ودابا قربوا ما حشموش يعملوها جيت طنجة ولا جيت سبتة ولا منيليا ولا اسمها أزيلا ولا العريج. دابا هو ولو تلق تل المحمدية ولا فضالة، ونهار خر غدا بعد غدا تسمع دايرينا في كازابلانكا. هادو المافيا، هادو خصنا. قالوا لي بينا شدو منهم شي 6، إيوا هاد 6 غادي يعطيو 2 مليون لواحد ويخرجوا. العمليه فيها 100 مليون، اشنا هي 20 مليون ديال الرشوه؟ يخرجوا
يعاودوا عاوتاني ويقتلوا. وكاينين بعض الناس اللي جاو في ذاك في الحافله ديال المدارس، ديك الحافله الصفراء اللي عطاها الملك للجامعات، رئيس الجامعات يركب ابناء الجامعات يقول غنوصلكم للبحر باش تسردوا، اه، و تيخلصوا ليسونس ويدوروا مع الشيفور. هذاك رئيس المجلس ديال ديك القريه ولا الباديه لا دخل في المعمعه حتى هو، تيصيفط ولاد ولاد الباديه يموتوا. هادشي كاين، باش تخدي تقولي ما جاتك الاخبار؟ احنا عندنا في هذا، حنايا عندنا المنظمه الملكيه المغربيه تاع السكريه تنوض وتجيب لنا الاخبار، اخبار النميمه، النميمه على الجهل، فهمتي؟ فلهذا نطلب من السلطات، الله على كلمات، من السلطات المغربيه باش يدخلوا ويحدوا هذا الهجره، ماشي هجره، هذا القتل، القتل، القتل بالجمله. وبغينا عاود ثاني نطلبوا من امير المؤمنين باش يحيد لينا ديك الجريمه الجهاد، الجهاد هذه 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 ما بقاش واكله. لأن العالم تقدم والإسلام تقدم، وهنايا اه انا تقدمت والمروكي تا هو تقدم، وباقي تيشدو عباد الله على الجهد. وعباد الله البحث في المحكمة العليا في بلفاس شمال إيرلندا، القاضي حكم قال لهم هذه الجريمة، هذه القانون ديال الجريمة ديال الإجهاض ضد حقوق الإنسان، وانتوما دوك المغاربه الحقوقيين تقولوا لي بانكم تمشوا المؤتمرات العالميه للحقوق الانسان وما تديروا لي والو، وباقي الان تطبق هاد القوانين ديال الجاهليه تطبقوا عليها اليوم في 2019. ونزيدك عاوتاني باش تشوف النفاق، النفاق النفاق عند المسلمين، هادوك المسلمين موالين الحياه وموالين الفضلات، فهمتي؟ ماشي بحال انا، دوك العيال اللي تيديروا هذاك النقاب، نقاب نقاب اه نقاب اه تي 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 نافقوا. هذه اللي شدوها هذه الايامات، هذه تقولوا لا انا معنا ضد داكشي اللي داروا لها يشدوها، ولكن هي براسها منافقه، دير الحجاب وتنتمي لواحد الجمعيه ديال الاسلاميين وغادي تجهض. شنو النفاق؟ هادو النساء اللي كاينين تابعين الإحسان والعدالة والتنمية، هادو هما الكفار الكبار، كلهم تيجهدوا وكيما تيقوا عليهم والو، لأنهم هما اللي في الحكومة. فلهذا أخي المسلم من هذا المنبر تنطلب منك باش توقف معنا ونحيدوا هذا الجريمة ديال الإجهاض، ما تبقاش جريمة بينك وبين الله. ودابا هما راه تقول حنايا المغاربة تنضموا الجمعية العالمية لحقوق النساء ولا حقوق الإنسان، وفي الأخر تيشدوا وحدة وتيحكموا عليها بعام. إوا شناهو هذا؟ والمحكمة دابا المحكمة هاذيك، وشوف هاذي دولة كاثوليكية، وحكم الحاكم في المحكمة العليا بأن هذا القانون ضد حقوق الإنسان، ودابا غادي يحيدوه في رأس العام، غادي يحيدوه، غادي يولي قانون. دابا ما كاينش واحد، لان كانوا النساء من ايرلندا الجنوبيه وايرلندا الشماليه كانوا يجيو لندن باش يعملوا الاجهاض اللي ممنوع تما، ولكن دابا مع هذا الحكم غتبدل الديسك. فلهذا نتمنوا المغرب اللي تقول لنا المغرب فيه النمو وفيه التقدم وفيه هذا وفيه هذا وفيه هذا، وها انتم حيدوا لنا هذا الجريم ديال الاجهاض. واش نتوما باغيين عباد الله غير باغيين يتولدوا خليهم يقتلوهم، فهمتي؟ ياك على 8 سيمانات، باقي 8 سيمانات عند الحق تحيد هذاك الوالده كما تقول نتوما بالدارجه. فلهذا يا اخي المسلم، يا اخي المسلم، يا اخي المغربي، يا اخي اليهودي، لان اليهود هما خوتنا، تا هما عندهم هذا القانون في الدين ديالهم، والمسيح تا هو كذلك. فلهذا اخوتنا المغاربه اليهود والنصارى والمنافقين تا هما ندخلوهم لانهم مغاربه، رغم انهم منافقين غنقول لهم خوتنا، والله يهديهم،
يبقاش علينا بهذا الكذوب ديال الاسلام المزور، اسلام اللي تيستعملوا المصالح ديالهم وتكذبوا علينا. هذه 6 شهور ما تكذبوا علينا باكين علينا غادي نديروا التعديل، ما التعديل اش عندك ما دير يا داك العثماني، يا داك البابيت، فهمتي خويا المغربي؟ سمحوا لي الى تكرهتكم. وثاني حقوق المثليين، المثليه حقوقهم لنا دابا الدول العالم دابا ولي يعترفوا بالمثليين، حقوق الانسان يدير اللي بغى سوقك فيه، لان عندنا المثليين في البرلمان، عندنا المثليين في البرلمان ديال النساء، مثليه باش تقول لهم هذاك الليزبيان عندنا، ولكن خصو منو هينوضوا يدافعوا يخرجوا ويتقولوا يقولوا حنا مثليين ولا كيما بيقولوا. وبركه من النفاق، بركه من النفاق. هذاك الائمه اللي يخطب لكم نهار الجمعه هذاك براسو مثلي، ولكن ما تيقولهاش سترها. علاش بيخرج ويقول انا مثلي؟ ماشي مثلي انا، لا ولا مثل هذا، مثل هو انت في هذا ده القانون خصنا نبدلوه، لان غير نتمشوا وجريمه الخمر حتى هي خصنا نحيدوها. الواحد الا بغى يشرب الخمر ديالو يشربو في دارو، حتى واحد ما قال له شي حاجه، او تجي تدق عليه في دارو يقول عندك الخمر في الدار وتشدو. اش هاد البساله هادي؟ احنا مسلمين، المسلم هو اللي يدير الخير في راسو وديرو في المقربين المقربون، ماشي تبقى تغزل ليا عقلي كل جمعه تجي تخطب عليا وتقول لي الاسلام الاسلام، وانت اذا تخرج من داك الجامع من داك المنصه ولا من داك المنبر وتمشي تعمل ضد. لا حنا ما عندناش ضد، حنا ديما غير في الطريق، حنا مسلمين فالحامي على الدين ديالنا، تزدنا مسلمين وغادي نبقاو مسلمين، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. والله يطول عمركم، والله يطول عمر الملوكي اللي هو اللي وجد لي الخطبه هذه، فلهذا انا اودعكم لانني عندي اشغال في لندن، غنمشي نشوف الجاليه المغربيه ونحلل لهم هذا الخطاب هذا بالتفسير بالتفسير. مع السلامه ودمتم على طول الحياه، والله يعاونكم. واش ما قدوش هيا ما تغادروش ما تغادروش، لابغي تمشي حرقوا حرقوا بجاكيتات، بقوا على خير. السلام عليكم.